ولنقاش هذا الملف حول قرار قيس سعيد حل البرلمان التونسي وتداعيات هذا القرار، ينضم إلينا عبر الهاتف من العاصمة الفرنسية باريس الكاتب والباحث السياسي دكتور كمال العيفي. أهلا بكم دكتور. مرحبا بك دكتور. كيف يمكن قراءة قرار رئيس تونسي قيس سعيد واعتماده على نصوص الدستور بتجميد البرلمان وحله اليوم؟ هناك مسألتين. المسألة الأولى أن هذه خطوة كانت منتظرة منذ مدة طويلة، بالعكس الأستاذ قيس سعيد تأخر كثيرا، هي كانت منتظرة من مدة طويلة، هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، ليس هناك أي معنى للاعتماد على دستور ملغى. الدستور التونسي ملغى منذ فترة، ليس له وجود في الواقع وليس له وجود في القانون وليس له وجود في النصوص. قيس سعيد يعتمد على الدستور نظريا، في حين أن الدستور ألغي منذ مدة. تجميد مجلس النواب أو تعليق عمل مجلس النواب، قال أن قيس سعيد أنه سيكون تعليق مؤقت، اليوم يلغي مجلس النواب، هذه مسألة ثانية. المسألة الثالثة، ألغى جميع المؤسسات الدستورية في البلاد، ألغى الحكومة، ليس هناك حكومة، هناك مجموعة من يسميهم وزراء لا يقومون بشيء بالمرة. دخلت تونس في دوامة في الأزمة الاجتماعية والاقتصادية، لأول مرة أصبح التونسي يقف في طوابير من أجل الخبز والزيت والسكر. فنحن في حالة غريبة جدا، ليس هناك قانون وليس هناك حكومة، هناك رئيس يفعل ما يريده هو عن طريق مراسيم يحددها هو خارج إطار أي منطق وخارج إطار أي قانون. استند الرئيس التونسي في تفسيره للمادة التي بنى عليها حثيات قراره إلى ما شكله أو ما يشكله البرلمان من خطر على أمن الدولة في تونس، ما مدى صحة ذلك؟ أمن الدولة يشكل عليه خطر رئيس الجمهورية الذي أوقف جميع المؤسسات وأوقف الدستور وأوقف مجلس النواب. مجلس النواب يتعامل مع انقلاب كامل الأوصاف، هو يريد أن يقول أنه مجلس النواب يريد أن يقوم بحالة انقلابية. مجلس النواب هو مجلس منتخب 100%. مجلس النواب أراد أن يلغي جميع القرارات والمراسيم اللا دستورية التي أقرها قيس سعيد، ولكن قيس سعيد يتعامل مثل ما ذكرتم في التقرير بمنطق موازين القوة وليس بموازين القانون ولا الدستور. إلى أي مدى يعد الاجتماع الافتراضي لأعضاء البرلمان المجمدة مهامه مخالف للقرارات الصادرة من قبل الرئاسة؟ لا، هو متمشي مع القانون التونسي. الجلسة لأنه مجلس نواب الشعب ليس ملغى وليس مغلقا، وإنما توقفت أشغاله بقرار سياسي وليس بقرار قانوني. الجلسة العامة هي الجلسة قانونية 100%، أقرها النواب وقاموا بها، وكان من المفترض أن يقوموا بجلسة أخرى، ولكن قيس سعيد شعر بالخطر، شعر علم اليقين أنه مجلس النواب من الممكن أن يسحب منه الثقة ويسحب منه صلاحيات ويلغي وجود الدستور تماما ولذا وجود الرئيس تماما، ولذلك هو قام بعملية استباقية أو عملية قطع طريق على نواب الشعب المنتخبين في الحقيقة. كيف يمكن قراءة تصريح قيس سعيد حول الاجتماع الافتراضي لأعضاء البرلمان بأنه محاولة انقلاب فاشلة؟ هو التصريح كان عنيفا جدا، استخدم فيه قيس سعيد أسلوب عنيف، كانت ملامحه قاسية جدا، كان يتعامل بردة فعل متوترة جدا، لأنه مجلس النواب يعرف هو رجل قانون ورجل قانون دستوري، ويعرف أن الجلسة كانت جلسة قانونية، ولم يجد لها وصفا إلا أنها جلسة تحاول أن تقوم انقلاب. تقوم بانقلاب على ماذا؟ وهو مجلس النواب منتخب، الرئيس انقلب على الدولة جميعها ولا يريد لأحد آخر أن يشاركه في القرارات في تونس. القرارات المفترض القانونية يتخذها مجلس النواب، ومجلس النواب الشعب هو السلطة التشريعية.
قيس سعيد اعتبر نفسه هو السلطة التشريعية وهو السلطة التنفيذية وكذلك السلطة القضائية، لأنه طلب من وزيرة العدل أن تقوم بقضية ضد كل من اجتمع في الجلسة العامة لمجلس النواب. الحقيقة هو أرادوا أن يوقفوا الانقلاب، ولكن الانقلاب ماشي متواصل بطريقة أكثر عنفا وأكثر حدية. إلى أي مدى تعقدت الأمور أكثر بعد هذا الاجتماع؟ وهل الحل سيكون بانتخابات مبكرة أم إعادة النظر ككل في النظام السياسي الذي تتبناه تونس من حيث الاعتماد على البرلمان؟ الحل ليس في انتخابات مبكرة، لأنه الانتخابات المبكرة على أساس أي قانون انتخابي، ليس هناك قانون انتخابي، والقانون الانتخابي الحالي قيس سعيد لا يريده، هو يريد أن يقوم بانتخابات على الأفراد وليست على القوائم، ثم يريد انتخابات لا تشارك فيها الأحزاب السياسية. فعن أي انتخابات يتكلم قيس سعيد؟ هو يتكلم عن نظام هلامي، نظام اللجان الشعبية الثورية التي قام بها القذافي في يوم من الأيام، ولا يريد انتخابات في الحقيقة. هو يريد ديمومة الحالة التي تعيشها تونس الآن. هو لما تكلم على أساس أن إجراءات استثنائية لمدة 30 يوما ثم أصبحت لمدة 6 أشهر، الآن امتدت لسنة ونصف. بعد السنة والنصف لسنا ندري بالضبط إلى أي مكان يريد أن يأخذ، وإلى أي مكان مآل يريد أن يأخذ الدولة التونسية في الحقيقة. في ظل كل هذه التجاذبات، ما المتوقع من المعارضة في الأيام المقبلة، لا سيما وأن سعيد وجه بفتح تحقيق لإدانة النواب الذين اجتمعوا في تلك الجلسة؟ المعارضة ستواصل عملها، واضح أن عملها ألم الرئيس ألما كبيرا. البادرة التي قام بها الرئيس تؤكد على أساس أن المعارضة عملها كان قويا وكان يمس حقيقة من نفسيات الرئيس وخلقل وضعه النفسي. هذه مسألة مهمة. على المعارضة أن تواصل في هذا التمشي التصعيدي من أجل إيقاف هذا الانقلاب. ليس لنا أي حل في تونس إلا إسقاط الانقلاب وأخراج قيس سعيد من المعادلة. شكرا جزيلا لكم الكاتب والباحث السياسي دكتور كمال العيفي، حدثتنا عبر الهاتف من العاصمة الفرنسية باريس.